كل سنة وانتم طيبين يا أهل الحارة. يا أهل الحارة كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم بصحة وزرافة. عمكم ظريف بيقول لكم تعالوا كبدة عمكم ظريف كلوها. يا إخوانا السحور في رمضان السنة دي بدل الكبدة فول وبدل الفول كبدة. لا كبدة وفول إيه؟ السنة دي هنتسحر كبدة. واللي عايز يقول يقول كبدة بالخيار والفلفل. كل سنة وانتم طيبين. يا أهل الحارة. مساء الخير يا بابا. 100 مرة قلت لك ما تقوليش بابا، قول لي يابا. كل سنة وانت طيب يا عم ظريف يا بابا. برضه وانت بالصحة والسلام، سلامات سلامات سلامات، ما كنت معاك في البيت خير نعم. ما أنا مش عايز أعكنن عليك في البيت زي ماما ظريفة، قلت أعكنن عليك هنا. ماما ظريفة عكننت عليها، وراحت لتيتا لطيفة، عايز مني إيه؟ أنا على عربية الكبدة، عايز إيه؟ إيه؟ إيه ده؟ ايه ده؟ دي موسيقى يا بابا، دي موسيقى، الهدف معنوي مش مادي. يا سيدي الهدف مادي معنوي، قول لي ايه الهدف عشان اخلص منك. احنا قررنا اننا ننور الحارة. تنور الحارة؟ الهي ربنا يولع فيكم. لا مش نولع في الحارة، احنا قررنا اننا نقلب كل بيت ناخد من كل بيت 20 جنيه ومن كل عربية كبدة وعربية فول 50 جنيه. 50 جنيه ايه؟ انا ما استفتحتش من الصبح، هما 2 جنيه. جنيه من عمرو مندو خد نص شقه، وجنيه من بلال صبري خدته بالعافيه، ما بيدوناش فلوس، خدتهم عملتهم حرز، يمكن ربنا يكرمنا. ايه ده؟ دي موسيقى غذاء الروح. لا مش الموسيقى اللي غذاء الروح، غذاء الروح سندوتشات الكبده اللي بقالها شهر. دول سندوتشين هم بقالهم شهر ونص وهتاكلهم، اتفضل. بس كفايه حرام. ايه النهايه المأساوية دي؟ الواد ده ماله؟ أنكل ظريف مساء الخير. أهلا مساء النور يا زلطة. خير؟ والله هما بيقولوا إن حضرتك ظريف. هو حضرتك ظريف بجد؟ ولا هما بيقولوا كده وخلاص؟ تعال أقول لك على حاجة، سر بيني وبينك، هي ناقصاك يا أخي، ناقصاك. مش كفاية خفافة الدم بتاعت سعد الصغير، هي ناقصاك. بقولك يا خيبوش، هو احنا ليه يعني عمالين نوبيوم وعمالين نيائب الناس دي من اول الاويضه ده ليه يعني؟ في ايه؟ ايوه صحيح، ليه بقى؟ اقول لك ايه، ما تروشوش انتوا الاثنين، انا سبتهم يعدوا عشان ما يفتكروش ان احنا قاطرينهم. يعني احنا قاطرينهم عشان نثبتهم ولا قاطرينهم عشان نعرف هم رايحين فين ونرجع نثبتهم؟ ايه يا ولا انت بتكبر ايدك ولا ايه؟ ده الجمله دي على فكره نفس المعنى، بس انت قلتها ميتين، واحده من اليمين واحده من الشمال يا ولا. على اساس ان انا اشول يعني؟ ايه يا ولا، بقول لكم ايه، اخرسوا لي انتوا الاثنين، اخرسوا لي. انتوا لو سكتوا انا اعرف اليوم يعدي على خير. طيب يا معلم خيبوش، يعني انا قصدي اقول لك يعني يا بروفيسور يا كبير، يعني احنا كنا عايزين نفهم ايه الخطه عشان نبقى رجالتك برضه معاك يعني. ولا حاجه، احنا نستناه لما يقعدوا كده ويحسوا بالامان نقوم نطين عليهم ناخد اللي فيه القسمه ونمشي. ايوه يعني ايه الخطه خيبوش؟ ما انا قلت لك الخطه. طب وانا يعني نستنى لما يقعدوا هننط عليهم هنقفش اللي نقفشه ونمشي. طب انت فهمت حاجه؟ اللي انت شايف. والله انا حبستي على ايديكم انتوا الاثنين، والله حبستي على ايديكم انتوا الاثنين. اتفضل يا خيبوش. استنى على الشاب. اتفضل يا وفسي. ها يا باشا، يلا انت. ها يا باشا، يلا يا ما تفتح يا شنكل. الله بص. هي يا شنكل، هو انا بدور لك الصبح اقول لك افتح تفتح على طول. لما اقول لك تفتح تفتح على طول. سلامي خبرتي فين؟ استنى انت ايه ده يا عم؟ ايه؟ انت هتنزل؟ اوعى كده يا عم. ايه ده يا عم؟ ايه يا ولد ايه؟ يعني انت تقول له افتح يا سنكل، افتح سنكل؟ مش كانت زمان افتح يا سمسم؟ تبنيني لا ريتني جبت منك دستة. يلا يا شنكل روح افتح الباب بتاع الفيلا جوه. قول يا سيدي قول. ايوه انما دول انا اعرفهم. ان شاء الله عندك معرفتهم يخيبك ب 60 جنيه دول عيالي. يلا يلا روح. ولا يلا نزل.
يلا الباقي ينزل كله يلا. اوعى اوعى احترم نفسك. ورايا يا عيال ورايا. انت بواب شكلك بواب. انت بتعطيك مره. انت بتعطيك. استني بس يا ماما قول لنا احنا رايحين فين. تعالى ما شاء الله دي فلة قارون دي ولا ايه؟ تعالى يا رغاي تعالى يخرب بيت كده. ما جاتش حالبتوا لعيالك يا ست الكون؟ يا ابني احمل نفسك احمل نفسك يا بواب يا بواب ادخل بقى. شفت عم خربوش؟ عشان تعرف ان ولع كلامه صح مش هاتش. كلامك صح يا ولع. حلو الكلام ده قوي. بقى تلبكوا يا اولاد امبابه. بقولك ايه يا خيبوش، هو الصيح العظيم ده مركز شباب؟ مركز شباب ايه يا جاهل، ده مركز تجميل تعليمي. الله عليكم الله عليكم. شوف ادي دقني، لو انتوا الاتنين تعرفوا تفرقوا ما بين مركز التجميل ومركز الشباب انا عايزكم تخرسوا خالص. خرسنا. انا قصدي يعني عم خيبوش، يعني لو المكان ده شياكه وقلاقه كنا يعني لبسنا حاجه شيك اشك من كده، يعني تليق بالمستوى خيبوش. وفرصه انا جايب طعمين من الوكاله اعمل بيهم اللقطه برضو. شفت ولع صايف اهو، اديله فرصته يا اخي. غلبت كنتوا الاثنين لنطقم احلى تطقم، بس هم يستقنياسوا كده ويطمنوا ويقعدوا ننط عليهم ونقفش الحاجات وفي السالك من غير ما حد يحس بينا. احنا كده انت طمنتني، بعون الله هنطقم احنا الثلاثه ازياء. ازرق كحلي غامق. المهم انا مش هاجي في التوك توك المنايل ب60 نيله ده، انا عايز معدات، عايز طيارات، عايز دبابات، دي مهمه عندي. انت عندك طيارات ودبابات نغزو بيها الفيلا دي يا ولا؟ عندي الموتوسيكل الطائر، عمليه مقريشه بقى، لازم نعمل حسابنا. دي مقريشه ومقرمشه وهتبقى نجف، بس تنقطوني بسكاتكو. سؤال صغير يا خيبوش، هو ده مركز الشباب؟ تاني. استغفر الله العظيم يا رب وكل ذنب. يا رب. يوم احنا بقالنا ساعة قاعدين هنا. حلوة الفيلا جميلة. الله ايه الفيلا الحلوة دي؟ حلوة قوي ياما. يلا بقى نمشي علشان لو صحاب الفيلا جم دلوقتي ياما احنا هنطلع نجري وهضربوك انتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مال امك عسل ايه؟ انا الفار ابتدى يلعب في عبي. اما الفيلا دي بتاعت مين؟ ومن الاخر جبت المفتاح منين؟ قولي بقى ان زماره والبيت افراح جايين هنا عشان يغسلوا المواعين، ولا تكونيش عايزين انا اعمل لك وش نظافه كده ياما، ولا اعمل لك ديكوريشن في الفيلا؟ ياما انطقي ياما، الفيلا دي بتاعت مين؟ والنبي ياما عشان خاطري انا بنتك حبيبتك سرك كله معايا، قولي لي بقى. ياما حرام عليكي، مسلحي جاي يتقدم فاضل ساعتين بس على ميعاده، قولي لنا بقى الفيلا دي بتاعت مين؟ ايه ده؟ مسلحي ايه؟ هو انا مش قلت؟ اقل من رئيس المصلحة مش هوافق. ياما ما هو لما هيكبر شوية هيبقى رئيس مصلحة. هيجي من ورا مصلحة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اللي ايه ده؟ ايه ده؟ مالك متقنعرة قوي كده ياما، في ايه؟ اخرس. كل واحد على قده وحجمه. ايه ده؟ خلاص خلصتوا هري ولا لسه هتقولوا حاجات تاني؟ والله انا عايز اقول بس مش هينفع بقى اغلط في امي بصراحه. تغلط في امك؟ ايه ده المستوى ده؟ انا هريحكم امري لله. اتفضلي. طب تشخط فيا يا جاسم؟ لا يا امي ما اقدرش اقول اتفضلي يا امي، انا اسف. بصوا بقى عشان تبقوا عارفين كده على بياض، طبعا انتوا عارفين ان انا عيشتكم ايام سودة من صغركم لدلوقتي محرومين زي اليتامى، صح؟ عارفين ياما. نشفت ريقكم صح؟ صح. ليه؟ عشان احط القرش على القرش وحرمت نفسي عشان اوصلكم للي انتوا دلوقتي فيه ده، لان انا لو قلت لكم ان معايا قرش كنتوا هتبعتروه، ما انتوا ولاد جنيه. اللي عايز اقوله لكم ان الفيلا دي كلها بالارض اللي عليها 10 فتاتين ملك للسيدة الهانم البرنسيسة امبابة فيصل المنيب. ايه؟ ايوه. يعني يما الفيلا دي بتاعتك؟ ايوه الفيلا دي بتاعتي وهتبقى بتاعتكم لو احترمتوا نفسكم معايا. يعني ايه؟ يعني الفيلا دي الحمد لله ماتوا محدش هيورثني،
بس برضو هحكي لكم. الفيلا دي كانت بتاعت واحد من اللي اتجوزتهم، كان غني قوي الله يرحمه، مات مقهور بسببي ربنا يسامحني. والارض اللي عليها اشتريتها بفلوس الرجالة التاني اللي اتجوزتهم. معلش ياما، الجملة اللي فاتت ما خدش بالي منها. نعم انا هحكي لكم تاني. واشتريت الارض، الارض زمان كانت رخيصة، كل حاجة بتغلى، ضربت معايا ملايين. وفي الاخر لمين؟ هو الولادي برضو، هم هجرى لهم ايه؟ هو حد يزعل من خبر حلو زي ده؟ يا ولاد يا ولاد يا لولو يا فوفو يا زوزو في ايه؟ ياما يلا نمشي من الفيلا دي ياما، عشان صحابها لو جم دلوقتي هيضربونا. يخرب بيت فقرك. تعالى يا حبيبي، تعالى يا عوعو، تعالى يا قلبي، تعالى يا روحي، عوعو العوعو ده، اقعد يا قلبي اقعد. مش عايز اقطع الحوار العائلي ده، بس عائلي؟ طب ما انت عائلي. انت عائلي ده عمرو المحامي ياما، عمرو المحامي صاحبنا. في ايه؟ لا دماغكم ما تروحش لبعيد يا جزم، احترموا نفسكم معايا. عارفين ده لازق لكم ليه طول المده دي؟ ليه؟ عشان انا اللي موصيه عليكم، لانه محامي ومخه نور، مش ضايقكم اي حد يضحك عليكم، وعشان يقول لي بتعملوا ايه وممكن توصلوا لايه باخلاقكم دي. بياخد اتعابه ياما، يعني ايه هو ايه؟ ده دليلنا على فلوس. فلوس ايه اللي بتديها له؟ ده انا اللي بديله مصروفه. وبعدين احترموا نفسكم وكلموا اخوكم الكبير كويس. اخونا؟ ايوه عوعو، ابن اكبر تاجر لب سوري في سوريا. ليه بس قلت لهم يا مامي؟ اه يا عوعو يا حبيب قلب مامي. انت مامي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ وبركاته. ايه ده؟ اوعى تقولي ده كمان اخونا. ايه ده؟ قطع لسانك، انت مين؟ انا حبيبي ابن ظريف بتاع الكبده. انا عارفاك عارفاك عارفاك. اللي جابك هنا عايز ايه؟ انا صاحب زماره. زوزو بيه حيوان. طبعا انا بقيت من الاغنياء. لولا هانم يا قذر. فوفو بيه يا واطي. عوعو بيه يا حيوان. اه صحيح، مش عوعو، طلع اخو زوزو ولولو وفوفو. عشان مومو مخبيه على لولو. انت تدي حد حقنه ولا ايه؟ ما بتفهمش وما تتكلمش، يلعب. ماشي اصبر. الدور ده على 100,000 جنيه. مش كتير يا زمارة؟ احنا بقينا اغنياء. 300,000 جنيه. 400,000 جنيه. 700,000 جنيه. كتير قوي، ما تبقاش مبالغ كده. هما 300,000 جنيه كويسين. ماشي، على الام على اب. على الام وعلى اب. يلا. بتعرف تلعب بينجو ولا هتتعبني؟ يا جدع بلعب بينجو بلياردو كمان. طب يلا يلا. اصبر. سيفن ولا سبرايت؟ سيفن ولا سبرايت؟ ماريندا. وانا بقول لك تشرب ايه؟ مش في كرات سيفن وكرات سبرايت؟ انت هتلعب انو. اي حاجه زمارة بقى. طب يلا يلا. بسم الله. ايه ده؟ مفيش كور وقعت. هتقع ازاي؟ ما في مثلث المفروض نشيله. مثلث؟ ايه مثلث ده؟ اهو ده. يلا معطل. اه يا ابني ليه يا زماره؟ يلا ماشي يلا يلا يا حبيبي بقى انجز. هوبا. اوعى يا لعيب. ولا حاجه نزلت. انا مش مصدق نفسي. ده عسليه يا زماره. مش مصدق نفسي. انا مصدق نفسي بس مش مصدق امك. الفيلا دي بتاعتنا احنا. لا انا شاكك. ادي عسليه. امك يا حراميه يا سرقه الفيلا دي. حراميه ده سرقه الفيلا؟ مش جملتين واحد؟ لا يا غبي، يا حراميه تبقى سرقه الفيلا، انما لو سرقه الفيلا هتبقى حراميه. مصدق عندك حق، اقنعتني يوم. بس اقول لك حاجه، انا من زمان وقلبي حاسس ان امي معاها فلوس. المشكله في ايه بقى؟ انا اللي هلعب. ليه؟ اوعى. ايه اللي ليه؟ المشكله بقى في ايه؟ ان امك هتعذبنا عشان تدينا المراس. لا بقول لك ايه يا عسليه، تعذب مين؟ تعذبك انت. انا لا، انا ممكن اخد امي واروح بيها الاسم. هتاخد امك يا زماره توديها الاسم عشان المراس؟ اه اوديها الاسم واخد الفدان بتاعي حقي وازرع عليه استوديو كبير واكبر اكبر اكبر لحد ما يبقى عندي 50 سنة. حلو؟ حلو. واجيب سماعات كبيره FREBGDMYZ. السماعات دي مش عارفها؟ لا. اللي بتبقى في الاستوديوهات الكبيره. وابيع الاغنيه بحوالي 65,000 دولار. مش قليل 65,000 دولار؟ خلي الغلابه تغني بقى. انا غيرك بقى. انا هاخد القراب بتاعي وازرعه، ربع جرجير ربع خيار ربع قوطه ربع فلفل، ونعملهم سلطه عشان ما نجيبش من بره. كل ده اللي همك؟
انا بحب سلطه زمار. فقير هتفضل طول عمرك فقير، عشان الفقراء امثالكم مالهمش ان هم يعيشوا في السرايا الكبيره دي. ماشي يا فنانة يا معفن، اتنوعوا قاعدين تلعبوا وسايبيني انا هموت. طب والله العظيم بموت نفسي اهو اهو. ارمي نفسك عادي، ايه هيحصل لك ايه يعني؟ تتجبسي في الاخر. مالك يا بنت في ايه؟ بس سايبيني سايبيني كده هموت وقاعدين تلعبوا قاعدين تلعبوا. بقول لك ايه يا افراح، انت الغنى مش لاقي عليك اساسا. بس يا ابويا انت سايب، بقول لك انت وهو لو ما دخلتوش لامكم دلوقتي واقنعتوها ان انا اتخطب لمسلحي والله العظيم يا موت نفسي. هو كده تمسكيش حد غني بالطريقه المقرفه دي. وبعدين امك وابوك عندهم حق. في افراح، احنا يهمنا ايه غير سعادتك يا بنتي؟ احنا كل اللي عايزينه ان انت تفرحي وتقعدي جنب جوزك في الكوشه. لكن مين؟ مسلحي؟ واحد اسمه مسلحي هيبقى جوز اختي انا؟ ده حتى ما اسموش تامر مسلحي ولا ياسر مسلحي كنا عدينا له. وايه الشنب الخط المستقيم اللي عنده ده؟ مش هينفع يا افراح. هو ده اللي موجود، هو في حد يعني غيره تقدم لي؟ شايف الارسال يعني واقفه على طوابير؟ ما تتلم يا زمار. يا افراح حتى لو استحملتيه هتستحملي ضحكته ازاي؟ هتعيشي مع واحد طول الليل والنهار؟ مش هينفع يا حبيبتي. يا حبيبي بس هو غلبان، شوف انت بتعمل فيه ايه وبيستحملك، وانت كمان بتعمل فيه ايه وبيستحملك. والنبي عشان خاطري بقى. طب بص يا افراح، لو هتتجوزي الواد ده يا غير الضحكه بتاعته يا اما ما يجيبناش البيت. انهي ضحكه؟ دي مش عايزها. طب خلاص انا هحاول اغيرها له يا زمار بقى عشان خاطري وحياة اختك. افراح زماره تعالى. ليه؟ انا عندي فكره. ايه؟ احنا نسم امك ونسم ابوكي ونسم الواد زماره. وزماره ماله؟ مش عايز تسم؟ لا مش عايز اسم. انت بتعزمني على العشاء؟ ايه مش عايز اسم. افهمي بس، افهمي، افهميني، افهميني. اما نسم ابوكي ونسم امك زماره ما نسموش عشان هو يغني لك في الفرح. ايه رايك؟ هيغني لي طبعا، ده اخويا حبيبي. لا انا مش هغني في الفرح. ايه ده؟ ليه بقى؟